السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هناخد محاضرة جديدة في تروما، نتكلم فيها على التروما of the knee joint. أول حاجة هنبدأ بيها في الني، هنبدأ في الباتيلر ليجنز. أول حاجة هنبدأ بيها في الباتيلر ليجنز اللاترال باتيلر ديسلوكيشن، لاترال باتيلر ديسلوكيشن، وده بيبقى حصل ديسلوكيشن للباتيلا laterally، يعني بقت ناحية ال lateral aspect بتاعت الني. ليه بيها ممكن يبقى حصل، بيبقى في contusion في ال lateral femoral condyle، وبيبقى معاها كمان ان ال medial patellar femoral ligament في tear. يعني المفروض ان بيبقى في medial patellar femoral ligament و lateral patellar femoral ligament، فال medial patellar femoral ligament حصل في تير، وبالتالي حصل ديسلوكيشن للباتيلا لاترالي، وبيبقى معاه كمان اللي هو التروكلير ديسبليزيا. هتلاقي السالكس اللي بيبقى موجود في الفيمورال، في الفيمر او الديستال فيمر، شويه شالو، فبالتالي سهل جدا ان يحصل باتيلر ديسلوكيشن عليه. بعد كده اللي هو حاجه اسمها باتيلا التا وباتيلا باجا. الباتيلا التا اللي هي حصل فيها باتيلر تندون، حصل تير في الباتيلر تندون، فحصل فيها هاي ديسلوكيشن او هايلي لوكيتد باتيلا، دي بتعمل كامل ساين. يعني هتلاقي ان الني جوينت عنده فيها شبه الاتنين سنام، يعني سنام الجمل، فبالتالي عملت اللي هو كامل ساين اللي هو هاي باتيلا اللي هو باتيلا التا. إيه لو العكس بقى حصل، ان الكوادريسيبس تندون هو اللي حصل فيه تير، ان الباتيلا هتتشد لتحت، فبالتالي هتبقى لو لا باتيلا باجا. ده ممكن يبقى يونيلاترال في حالات اكتر السيستميك لوبس، يعني انت لو في حاله سيستميك لوبس ده يونيلاترال. طب لو لقيته بايلاترال، ده اللي هو بايلاترال باتيلر تندون تير او تندينايتس بايلاترال، يبقى دي بتاخد استرويد يوز. يعني هو ممكن يجيب لك الموضوع ده كي بوينت في حالة ان هي بتاخد استرويد يوز او كرونيك استرويد يوز، فبتعمل بايلاترال باتيلر تندون تير او تندينايتس، فبالتالي بتعمل اللي هو الهاي باتيلا، بتبقى باتيلا التا. باتيلر تندينايتس اللي هي جامبرز ني، ودي بتبقى الباتيلر تندون نفسه بيبقى ثيكن، وزي ما انت شايف بيبقى فيه هاي سيجنال في تي 1 والتي 2، فدي باتيلر تندينايتس اللي هي جامبرز ني. يبقى دولي الثلاث حاجات بتوع الباتيلا، لاترال باتيلر ديسلوكيشن، ويبقى الكومون سايت للباتيلر ديسلوكيشن لاترالي، وبيبقى معاها ميديال باتيلر فيمورال ليجمنت تير، وبيبقى معاها فيمورال كوندايل كونتيوجن، لاترال فيمورال كوندايل كونتيوجن، وتروكلير ديسبليزيا اللي هي بتبقى شالو شوية، فبالتالي ممكن تتزحلق من عليه. وباتيلا التا وباجا وباتيلر تندينايتس اللي هي جامبرز ني. في حاجة برضو البايبر تايب باتيلا، وديت في السوبيرو لاترال مارجن بتاعت الباتيلا بتبقى جزئين، وتفرقها ازاي انها مش فراكشر، ان انت هتلاقيها كومون سايد للبايبر تايب باتيلا سوبيرو لاترال مارجن، وهتلاقي الايدجز ويل كورتيكيتد، يعني هتلاقي حواليها كورتكس، عكس الفراكشر اللي هو ممكن يحصل في اي مكان في الباتيلا، وبس الفرق ان ده طبعا نوت كورتيكيتد، وطبعا بيبقى الريجولار سيرفيس يعني بتاعت الفراكشر ونوت كورتيكيت. ده الفرق ما بين بايبر تايت باتيلا والفراكشر باتيلا. فالبايبر تايت ما بتجيش غير في السوبيرو لاترال مارجن اوف ذا باتيلا، انما الفراكشر باتيلا في اي سايت في الباتيلا ممكن يحصل فيه فراكشر. الافولجن فراكشر اوف تيبيال بلاتو، يعني في افولجن فراكشر، احنا هناخد بعدها بعد كده في السلايدات اللي جايه هناخد الكلاسيفيكيشن بتاعت الفراكشرز بتاعت التيبيال بلاتو، ولكن هنا هناخد الافولجن فراكشر اللي هو السيجوند فراكشر والريفرس سيجوند فراكشر. السيجوند فراكشر بيبقى اللاترال تيبيال بلاتو، من في السيجوند ده لاترال تيبيال بلاتو، بيبقى معاه عاده في 75% من الحالات ACL tear anterior cruciate ligament tear، وبيحصل مع طبعا internal rotation. الريفرس سيجوند فراكشر عكسه في
في الميديال تيبيال بلاتو، وبيبقى معاه اسوشيتد اكتر البي سي ال تير والميديال منسكس تير. يعني بي سي ال تير وميديال منسكس تير مع طبعا الريفرس سيجوند اللي هو الميديال تيبيال بلاتو افالجن فراكشر. طيب بيحصل افالجن فراكشر للبروكسيمال فيبولا اللي هو اركويت ساين، بيبقى افالجن فراكشر للبروكسيمال فيبولا لانه بيمسك في الاركويت ليجامنت كومبلكس، وده عاده بيبقى اسوشيتد معاه ليجامنتير كورشيت ليجامنتير عاده يوجوالي البوستيريور كورشيت ليجامنت. بيحصل معاه ليجامنتير اللي هو بي سي ال تير وده الاركويت ساين وسيجوند فراكشر وريفرس سيجوند فراكشر. باختصار بسيط الافالجن فراكشر اوف تيبيال بلاتو. هنخش بقى في الاي سي ال انجري والبي سي ال انجري. الاي سي ال انجري بعرفه ازاي في برايمري ساين، ان الاي سي ال نفسه حصل فيه سبرين بيبقى هاي سيجنال انتنستي في التندون نفسه او بارشيال تير او كومبليت تير اللي هو الديسكونتينيونيتي بتاعت الليجامنت نفسه، او سكندري ساينز اللي هو الكيسينج كونتيوجن، وده اهم حاجه بيبقى اللاترال فيمورال كوندايل كونتيوجن ومعاه البوستيريور لاترال تيبيال بلاتو كونتيوجن، فبيبقى كيسينج ساين او كيسينج كونتيوجن اللاترال فيمورال كوندايل والبوستيريور لاترال تيبيال بلاتو، وبيبقى معاه زي ما قلنا السيجوند فراكشر وافالجن فراكشر اوف تيبيال سباين. افالجن فراكشر اوف تيبيال سباين. وفي حاجه بتخش كديفرنشال للاي سي ال تير اللي هو الميوكويد ديجنريشن اوف اي سي ال، ده بيبقى شبه حزمه الكرافس زي ما انتم شايفين اللي هو سيلر ستوك في تي 2 وفي T1 درامستيك، بيبقى نفس المنظر برضو في T1 ولكن في T2 بيبقى ليه اسم اللي هو سيلر ستوك، وفي T1 درامستيك ده ميوكويد ديجنريشن اوف ACL، بيبقى نفس المنظر اللي انتو شايفينه دوت، بيبقى شبه حزمة الكرافس تقريبا. يعني البي سي ال تير بقى او البي سي ال انجري ده طبعا البي سي ال علشان هو سترونجست ليجمنت في الني جوينت، فعايز تروما او عايز سيريوس انجري جامده جدا اللي هي بتبقى بوستيريور ديسلوكيشن للتيبيا اللي هو فورسد بوستيريور ديسبليسمنت للتيبيا. فبالتالي النكست ستيب لو لقيت بوستيريور كورشيت ليجامنت تير اول حاجه تعملها له انجيوجرام علشان تشوف البيتنسي بتاعت او الفلو فويد بتاعت الفيمورال ارتري سوري البوبليتيال ارتري. النكست ستيب انجيوجرام ستادي فور بوبليتيال ارتري، لان البوستيريور ديسبليسمنت بتاعه التيبيا ممكن تقطع البوبليتيال ارتري، فلازم تبص مع البوستيريور كورشيت ليجامنت تبص معاه على الفلو فويد بتاعه البوبليتيال ارتري. فالبوستيريور كورشيت ليجامنت افالجن فراكشر للبوستيريور تيبيا، يعني انت ممكن تلاقي البوستيريور تيبيا من ورا مع البوستيرير كورشيت ليجامنتير هتلاقي فيها افالجن فراكشر، انه بيحتاج تروما جامده جدا علشان يحصل فيه تير. واهم حاجه فيه زي ما قلت لك ان النكست ستيب ان انت لازم تعمل انجيوجرام علشان تشوف البيتنسي اوف بوبليتيال ارتري. هنخش بعد كده على المنسكال اناتومي اللاترال منسكس والميديال منسكس. اللاترال منسكس بتبقى ايكوال سيكنس بين الانتيريور بورشن والبوستيريور بورشن، اما الميديال منسكس هتلاقي البوستيريور بورشن السيكنس بتاعه اكبر من الانتيريور بورشن، يبقى البوستيريور بورشن ثيكر ذان انتيريور بورشن في الميديال منسكس. البلاد سبلاي او الفاسكولار سبلاي من الجينيكوليت ارتريز بيبقى البريفرال زون بتاعه المينيسكاي بتسمى الريد زون، او بتبقى الفاسكولار فيها عاليه شويه فمايت هيل لوحدها، اما السنترال زون بتاعه المينيسكاي بتبقى افاسكولار فبتتسمى وايت زون ودي نوت هيل لانها افاسكولار. يبقى ده يعني
بريف كده عن البوست منسكاي لاترال وميديال منسكس، عشان بعد كده لما نخش في المنسكال تير تبقى فاهم بالظبط اللي ممكن يحصل. المنسكال تيرز وده انواع، الرسمه دي مبينه الانواع بتاعت المنسكال تير حلوه قوي. ده راديال تير وده بيبقى فيرتيكال تير، بيبقى فيه كاتس للفيرتيكال هوب فايبرز بتاعت المنسكس، فبالتالي بيبقى باد بروجنوز شويه. راديال تير لو حصل للراديال تير ده ان هو تشينج، لو قلب ان هو بقى هوريزونتال بقى شبه بارود بيك زي ما انت شايف، اللي هو بارود بيك تير اب فلاب تير، ده راديال تير اصلا. هو حصل تشينج للدايركشن بتاعت التير انتو لونجيتيودينال تير، فشبه البارود بيك. اللونجيتيودينال تير ده فيرتيكال تير، ولو كبير شويه يعني لو واخد جزء كبير من المنسكس هيعمل باكيت هاندل تير زي ما انت شايف، ده لونجيتيودينال، كان لونجيتيودينال تير وقلب باكيت هاندل تير اللي هو هيعمل بعد كده دبل بي سي ال ساين. الهوريزونتال تير وده بيبقى كليفج تير بيكستند تو ايبكس، وده كومن اكتر في البوستيريور هورن ميديال منسكس، ده كليفج تير هوريزونتال تير وبيبقى اسوشيتد اكتر الهوريزونتال تير بمنسكال سيست. دي انواع المنسكال تيرز. الباكت هاندل تير بقى ده زي ما قلنا ان هو سب تايب للفيرتيكال لونجيتيودينال تير، باكت هاندل تير بيبقى بيعمل موازي للبوستيريور كورشيت ليجامنت، فبيعمل في الساجيتال بلين باكت هاندل اللي هو دبل بي سي ال لاين، ده البوستيريور كورشيت ليجامنت وده باكت هاندل تير، فبيبقى فيه اتنين او زي اتنين بوستيريور كورشيت ليجامنت، فده دبل بي سي ال ساين في الباكت هاندل تير اوف ميديال منسكس. المنسكال ليجنز اول حاجه الديسكويد منسكس، وده فاريانت يعني ما يعتبرش ليجن قوي، هو فاريانت نورمال فاريانت لللاترال منسكس. ولو شفت بيدياتريك بيشنتس وعنده منسكال تير تشك ان هو كان ديسكويد منسكس، يعني انت لو شفت بيدياتريك عنده منسكال تير تشك ان هو كان ديسكويد منسكس. ده في الساجيتال بلينز بيبقى فيه في 3 ايمج او اكتر، يعني في الساجيتال لما تيجي تقطع ساجيتال المفروض لو نورمال ان هو 2 ايمجز، انما لو ديسكويد هتلاقيه 3 ايمجز او اكتر يبان فيهم المنسكس. طبعا الكرونال بيبقى الاستريتشنج للمنسكس ممكن يوصل لحد النوتش، فده اللي هو ده الديسكويد منسكس بقى شبه الديسك، يعني بدل ما هو بقى كان سي شيب بقى شبه الديسك اللي هو ديسكويد منسكس. المنسكال سيست زي ما قلنا هي السيست بتبقى قريبه لللاترال منسكس وتبقى اسوشيتد مع الهوريزونتال تير اللي هو الكليفج تير اللي بيبقى موجود في المنسكس، وده اكتر في اللاترال منسكس. المنسكال اوسيكل وده بيبقى اوسيفيكيشن او سمول اوسيفيكيشن في البوستيريور هورن ميديال منسكس، وبيبقى اسوشيتد معاه ريديال تير، يعني المنسكال اوسيكل بيبقى اسوشيتد معاها ريديال تير. المنسكو كابسولار سيبريشن بيبقى فيه سيبريشن بين الميديال كولاترال ليجامنت والبوستيريور او الميديال منسكس، فبالتالي المفروض ان ما بيبقاش فيه هاي سيجنال زي ما احنا شايفين ما بين المنسكس وما بين الميديال كولاترال ليجامنت، ولكن فيه هاي سيجنال هنا فحصل ده منسكو كابسولار سيباريشن، وعاده بيبقى معاه ميديال كولاترال ليجامنت تير لانه بيحتاج سيريوس انجري، يعني علشان يحصل سيباريشن لازم يبقى سيريوس انجري جامده جدا، وعاده بيبقى اسوشيتد مع اصلا ميديال كولاترال ليجامنت تير. المنسكو فيمورال ليجامنت اللي هو الميد ليجامنت طالع من اللاترال منسكس وماسك في الميديال فيمورال كوندايل، يعني ادي ده اللي هو الخط الاسود اللي طالع من
اللاترال سوري من اللاترال منسكس ويمسك في الميديال فيمورال كوندايل بوستيريور هورن اللاترال منسكس وماسك في الميديال فيمورال كوندايل بيبقوا واحد قدام البي سي ال وواحد ورا البي سي ال. اللي قدام البي سي ال اللي هو ليجامنت اوف هامفري واللي ورا البي سي ال اللي هو الريزبرج ليجامنت. يبقى اللي ورا روزبرج واللي قدام هامفري. وتخلي بالك ان دول مش منسكال تيرز، لا دي هي ليجامنتس موجوده بتطلع من اللاترال منسكس بوستيريور هورن عشان تمسك في الميديال فيمورال كوندايل. التيبيال فراكشرز، التيبيال بلاتو فراكشر اللي هو بيبقى فيها كلاسيفيكيشن اللي هو واحد الباني تقريبا اسمه تشازكر كلاسيفيكيشنز، دي الموست كومون اللاترال تيبيال بلاتو. يعني الموست كومون تيبيال بلاتو فراكشرز لاترال تيبيال بلاتو، والموست كومون في اللاترال تيبيال بلاتو فراكشرز اللي هو تايب 2 اللي هو بيبقى سبليت ديبريشن اوف لاترال تيبيال بلاتو، ديبريشن وسبليت فراكشر في اللاترال تيبيال بلاتو اللي هو تايب 2 كلاسيفيكيشن. طيب تايب 1 ده بيبقى فيه سبليت فراكشر لللاترال تيبيال بلاتو ومعهوش ديبريشن. تايب 2 زي ما قلنا split depression of lateral tibial plateau. type 3 depression of lateral tibial plateau بس ما هوش split fracture. يبقى type 3 او type 1 و 2 و 3 في lateral tibial plateau. type 4 في medial tibial plateau fracture. type 5 medial و lateral tibial plateau fracture. type 5 medial و lateral. type 6 ميديال او لاترال تيبيال بلاتو فراكشر ومعاه ميتافيزيال فراكشر. يبقى يا اما اللاترال تيبيال بلاتو يا اما الميديال تيبيال بلاتو وبيبقى معاهم ميتافيزيال فراكشر اللي هو تايب 6 في التشازكر كلاسيفيكيشنز بتاعه التيبيال بلاتو فراكشرز. الديستال تيبيا بقى في حاجه اسمها البيلون فراكشر وده اكزيال لودنج جامد، حمل جامد قوي او وقع على رجله واقف فبالتالي حصل كومينيوشن وارتيكولر امباكشن، حصل ارتيكولر امباكشن فهتلاقي في ديستال فراكشرز ارتيكولر فراكشر للتيبيا ممكن يبقى كومينيوتد فراكشر. التيلو فراكشر او تيلو فراكشر لو افالجن of the lateral tibial margin avulsion of the lateral tibial margin اللي هو سالتر هارس 3 في الاطفال بيبقى anterolateral aspects of distal tibia. ال anterolateral aspect of the distal tibia اللي هو سالتر هارس 3 in children. طيب التراي بلين فراكشر، تراي بلين يبقى على 3 بلينز، على 3 بلينز اللي هو سالتر هارس 4 بيبقى اول بلين الفيرتيكال ابيفيزس وهوريزونتال في الفايسز واوبليك في الميتافيزس. ده اوبليك في الميتافيزس ادي اوبليك وفيرتيكال في الابيفيزس وهوريزونتال في الفايسز نفسه، فعشان كده سموه تراي بلين فراكشر. فراكشرز على ثلاث مستويات فيرتيكال وهوريزونتال واوبليك، واحد في الابيفيزس، واحد في الفايسز نفسه، واحد في الميتافيزس. التيبيال شافت فراكشر وموست كومن لونج بون فراكشر على الاطلاق التيبيا نشوفها كتير، ولكن هي ذا سلوست بون علشان يحصل لها هيلينج بتاخد 10 اسابيع. في حاجه برضو اسمها ميزونيوف فراكشر، ده ميديال تيبيال ماليولاس فراكشر. ميديال تيبيال ماليولاس ممكن يبقى فراكشر بيبقى فيه جاب ما بينها وما بين التيلس زي ما انت شايف، وحصل فيه ديسربشر للديستال تيبيو فيبولار سيندوسموزس، فحصل ديسربشر للسيندوسموزس اللي بيبقى موجود ما بين التيبيا والفيبولا. تيبيو فيبولار سيندوسموزس ممكن يبقى معاه طبعا بيبقى الدلتويد ليجامنت، هنا حصل فيه انجري اوف ذا دلتويد ليجامنت. وبروكسيمال لو بصيت بروكسيمال فيبولا، يعني انت لو لقيت المنظر ده كده لازم تشوف بروكسيمال ليج اكس راي علشان تشوف هل في بروكسيمال فيبولار فراكشر ولا لا في الميزونيوف فراكشر.
وبكده نكون خلصنا محاضرة الني جوينت بالفراكشرز اوف ذا تيبيال بلاتو، الباتيلر ليجنز، والانتيريور بوستيرير كورشيت ليجامنت تيرز، والمنسكال تيرز. اتمنى يكون الموضوع يعني الى حد ما بسيط وسهل، وشكرا ليكم.